رفع اليقين لموسى عليه السلام. الله يمرر بمراحل حتى يرتفع منسوب اليقين. في المرة الأولى تنقلب العصا إلى ثعبان مبين، خاف موسى ولا مدبرا: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. المرة الثانية في لقاء السحرة ما خاف هرب، لا: فأوجس في نفسه خيفة موسى في نفسه قلنا لا تخف. المرة الثالثة عندما أتاه فرعون، البحر أمامه، فرعون من خلفه الموت، قال أصحابه إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. اللهم هذا اليقين بك في حياتنا يا رب.